السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال، ممكن تعمل مقطع عن روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي تدعم اللغة العربية، تقدم استشارات نفسية وتقوم بمهام الطبيب النفسي؟ طيب، في أفكار كتيرة جدا عشان نعمل حاجة زي كده. بداية، ممكن نستغل موقع من مواقع الذكاء الاصطناعي، موقع بحبه وبدخل عليه كتير، اسمه كاركتر دوت اي اي. يمكن عملنا عنه كذا فيديو، 3 فيديوهات تقريبا. الموقع جميل جدا، انت بتخترع شخصية وبتبدأ تغذيها بمعلومات، وبعد كده تبدأ الناس تتكلم معاه. يعني هتلاقي حد مثلا عامل شخصية نابليون بونابرت، محمد الفاتح أو محمد الثاني، سليمان القانوني، في جولي قيصر، في هاري بوتر، في باتمان، في شخصيات كتيرة جدا موجودة. ومثلا في شخصية هيلبر بيساعده، تمام؟ أهو في واحد مثلا خاص بالناس، خاصة بعلم النفس وناس خاصة بكذا وكذا. وممكن واحد مثلا يعمل بوت خاص بالرد على الأسئلة الخاصة ببرنامج معين، زي برنامج البلندر اللي هو الأوبن سورس، تمام؟ طيب، دلوقتي بقى عندي مثلا إيه، أنا عايز أعمل شخصية خاصة بيا. فكل اللي أنت بتعمله بتقول له كرييت أ كاركتر، وتبدأ بقى تكتب الاسم اللي أنت عايزه والتحية، يعني أول ما حد يدخل الشخصية دي هيتكلم معاه إزاي، وترفع لها الصورة، وتبدا بعد كده تديها معلومات، وهي تبدا تتعلم من الناس، وانت ممكن ترفع لها شويه كتب فهي تقرا الكتب ديت. مثلا طبيب نفسي، تمام؟ هيقول لك بقى ايام طبيب نفسي مثلا. تقدر تكتب هنا بقى اي حاجه انت عايزها، تعريف بيك باي حاجه، ترفع صوره لطبيب نفسي، تمام؟ ممكن تقول له انت اخترع لي انت صوره، كريت اند شات. هتبدا بقى تديله، طيب هو مش قابل الحروف العربي، فهقول له واقول له كريت اند شيت. وهتبدا بقى تدربه وتديله كتب، تديله بي دي افات، تديله تدردش معاه، تحفظه بعض الكلمات، بحيث ان ايه الناس تبدا انها تتعلم من خلال المحادثه. بقى تقدر ان انت تخلي فيه، ممكن حتى تخلي فيه صوت، يعني الحد يدخل يتكلم معاه صوت عنده مشكله نفسيه، يبدا ان هو يتكلم معاه. واحدة واحدة بتبقى عندك الشخصية، تمام؟ وتبدأ إن أنت تغذيها بكل المعلومات اللي أنت عايزها، بحيث إن يبقى فيه طبيب نفسي متخصص في علاج أي حد عنده أي مشكلة يدردش معاه، وكل شوية تغذيه. في بقى كذا موقع متخصصين أكتر في الموضوع دوت. ده عبارة عن LLM، لارج لانجويج موديل، وبتبدا ان انت تدردش معاه وتعلمه. يعني مثلا ممكن اعمل واحد للشركه بتاعتي، ان شاء الله لما اجي اعمل واحد هبقى اسجله فيديو بحيث ان انتوا تشوفوا الفكره بتتعمل ازاي. هو معتمد طبعا على الاوبن سورس، معتمد على الاوبن اي اي، هاجنج فيس، معتمد على جيت هاب. الهاجنج فيس والجيت هاب دي حاجات اوبن سورس، الناس اللي عندها مشاريع مفتوحه بيبداوا ان هم يعتمدوا عليه، تمام؟ الفكره بتاعته ببساطه ان انت بتعمل موديل وبتبدا تقول له لو حد قال لك كذا ترد عليه بكذا، لكن مش ثابته، يعني مش السلام عليكم هيقول لك وعليكم السلام، لا، هو مرتبط بشات جي بي تي، فهيرد بنفس فكره شات جي بي تي، لكن يلتزم قدر الامكان بالمعلومات اللي موجوده في الموقع بتاعك. فانت بتدي له تعريف بالشركه مثلا، وبتدي له المعلومات والحاجات دي كلها، بحيث لو عنده اي حاجه يبدا ان هو يتجاوب معاه. عندنا 4 مواقع بنفس الفكره، يعني كلهم انت بتبدا تربط الشات جي بي تي بالموديل بتاعك، وتبدا ان انت تدربه. تدريب الذكاء الصناعي سهل جدا دلوقتي، كان زمان معقد ولازم برمجه، لا دلوقتي مبقاش فيه القصه دي خالص. ان شاء الله هنشرح بالتفصيل امثله ازاي احنا نشتغل عليها، وازاي ان احنا نعمل حاجه زي كده. ان شاء الله الموقع بتاعي وانا شغال عليه هنزله على القناه باذن الله. برضو في موقع تاني اسمه فويس فلو، تمام؟ وده سهل جدا برضو، يعني انا جايب لكم اسهل حاجات اللي هي مش محتاجه برمجه، مجرد ان انت بتسحب وتحط وتبدا تقول له مثلا لو اتقال لك كذا تقول كذا، تمام؟ خطوات معينه فلو للحاجات. والميزه ان اغلب الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها ديت ممكن يبقى فيها صوت، تمام؟ ده بيسهل لك حاجات كتير جدا في الشغل بتاعك. هنا برضو الموقع دوت ممكن تستخدمه في ان انت تخلي فيه اوتوماتيك رد على الرسائل،
ممكن تخليه حتى حد يسأل حاجة في البرمجة يجاوب عليها، حد يسأل أي حاجة مثلا، حد يقول لك هتقول أغنية يبدأ يبرمجها لك، معتمد على الفكرة بتاعت الذكاء الاصطناعي الخاص بشات جي بي تي. فهو ممكن تربطه بقاعدة بيانات مثلا، ممكن تربطه بالأكسس، ممكن تدير صفحات HTML، ممكن تديله صفحات PDF وهو يستوعبها ويجاوب من خلالها. يعني مثلا عندك مصنع فترفع كل الموديلات، فأي سؤال يجيله يجاوب من خلال الموديلات دي. ممكن برضو تبدأ تغذيه برضو بحاجات خاصة بعلم النفس، بحيث انه يتكلم، واكيد كده كده الدكتور هيتجاوب معاه الاسئله اللي هتيجي. طيب حاجه مثلا زي شات بيس، تمام، انت مثلا دكتور وعملت الموقع او عملت لك صفحه على الفيسبوك او الانستجرام او اي تليجرام او اي حاجه، وبيجي لك اسئله كتيره، فده ممكن ايه، بدل ما حد يقول السلام عليكم تقول له عليكم السلام، صباح الخير، صباح النور، ممكن يسالك سؤال فهو يتدرب عليها ويبدا ان هو يجاوب الاسئله دي، بحيث لما تفتح تلاقي الراجل سال السؤال بتاعه، وهو لو سؤال ينفع يجاوب عليه او شاف نفس السؤال ده قبل كده فهيجاوب عليه اجابه كويسه. وكل الحاجات دي ما مش محتاجه برمجه ولا حاجه خالص، انت مجرد بس ايه بتدي له اللينك بتاع الموقع، وبتدي له بقى صفحات السايت ماب، اهم الصفحات الموجوده، هو بيبدا يقراها وبيبدا ان هو يستوعبها، لما تيجي تساله على اي سؤال يبدا يجاوب من خلال الصفحات ديت. فدي اهم المواقع اللي انت ممكن من خلالها تعمل الفكره ديت، او ممكن تعملها لل موقع خاص بيك حاجات زي كده.